كيفك؟ كم حججت؟ ايش قد عظيم الحج؟ عظيم مو؟ انا اعطيك رواية تبين لك العظمة. شوف العظمة. هذه الرواية عن حذيفة بن منصور، واحد من اصحاب الصادق عليه السلام. الان وين نتوجه؟ للحج الاعظم. للحج الاعظم. شفت الحج ايش قد عظيم؟ شفت ايش قد عظيم؟ حذيفة بن منصور يقول: مريت على الإمام الصادق عليه السلام وأنا خلصت الحج. التفت للإمام قال لي: يا حذيفة كم حججت؟ واحدنا يسأل صاحبه يقول له: كم مرة أنت رايح للحاج؟ قال: يا حذيفة كم حججت؟ قال حذيفة: حججت 19 مرة. الإمام الصادق سلام الله عليه قال: أما إنك لو أتممتها 21 حجة. إيش؟ قال له: حتى تكتب لك هالواحد 20 زيارة للحسين عليه السلام. النعمة الأخرى في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أجيب لك نعمة من النعم. الرواية عن الإمام الصادق، ورواية معتبر السند على الإمام الصادق عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات. أنت الآن عند قبر الحسين عليه السلام، عندما ترى نور الأنوار تشرق في قلبك، اعرف أن قلبك نظف وطهر ولا يوجد في هذا القلب شائبة. شوف النعمة الإلهية لزيارة سيد الشهداء، هي قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذه النعمة ترى مو كل واحد يعرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.